interpretation of ECG أو how to interpret or how to read ECG by دكتور خالد عبد الفتاح أبو الفضل. للتواصل عبر الموقع khafadl.ahlamuntada.net وعلى اليوتيوب دكتور خالد A أبو الفضل تشانل، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب on Facebook. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على جزء مهم جدا، إزاي أفهم الإي سي جي وإزاي أقرأ النورمال إي سي جي. How to read إي سي جي، في قواعد معينة حطها في دماغي وأنا عايز أقرأ الإي سي جي. أول قاعدة من القواعد، لو أنا عندي كيرف زي ده أو رسمة زي اللي قدامي ديت، بسأل نفسي سؤال الأول، ليه الرسمة اللي قدامي دهيت هي اي سي جي؟ في نقط معينة تخلينا اقول ان ديت اي سي جي. اول حاجة الكاركترستيك شيب اوف ذا ويف، يعني هتلاقي فيه ويفز اهي لها سيرتين كاركترستيك ايه شيبس بي كيو ار اس تي وهكذا. هلاقي الشيب اوف ذا بيبر، يعني البيبر متقسمة بالشكل ده، وهنشوف حالا في حاجة اسمها كاليبريشن، هنفهم يعني ايه حالا كاليبريشن. النيم اوف ذا ليد، يعني انا ممكن الاقي هنا ادي مثلا مكتوب في 6 هنا مثلا. يبقى اول حاجة لقيت شكل الويف، لقيت الشيب بتاع ورقة الاي سي جي، اسم الليد، الكاليبريشن، هلاقي الرسمة كده في الاول بدأ بالشكل ده كده. اول جزء من الرسمه ده هو ده بقول عليه الكاليبريشن. كاليبريشن يعني الجهاز متظبط بحيث ايه الاتي، يبقى كاليبريشن ات ذا ستارت اوف ذا دايجرام. ده بيديني انديكيشن لايه؟ كل مربع صغير من اللي قدامي ده اهو، يعني ده مربع صغير عنده مثلا، ده مربع صغير، هذا المربع الصغير له عرض اهو هوريزونتال وله طول. الخط اللي بالعرض ده هو بيمثل ديوريشن، ديوريشن مقدارها قد ايه؟ 4/100 سكن، والطول بتاعها بايه او الارتفاع بتاعها ايه؟ 1/10 ملي فولت. يبقى الجهاز متعاير بحيث ان كل مربع صغير العرض بتاعه 4/100 سكند، ده ديوريشن، والطول زي ما هو واضح كل 1 ملي بيمثل 1/10 ملي فولت. يبقى الرسمه اللي قدام ملاقي المواصفات دهيت، اقول ديت رسمه اي سي جي، الشيب اوف ذا ويف، شيب اوف ذا بيبر، النيمو ذا ليد، الكاليبريشن، والكاليبريشن يقدر بواسطته اقدر احسب الديوريشن والامبليتيود بتاع كل ويف زي ما هقول كمان شويه. يبقى ده اول سؤال بساله لنفسي، الرسمه اللي قدامي ديت اي سي جي ولا مش اي سي جي وليه؟ وعرفت يعني ايه كاليبريشن. كلام كويس. طيب عايز اعمل ديسكريبشن، وصف بقى للنورمال اي سي جي. اما اجي اتكلم على النورمال اي سي جي له مواصفات معينه، لما اجي ابص على الرسمه حتى اللي قدامي ديت، كنت بقول في عندي حاجه اسمها ويف، وقلنا ان في حاجه اسمها كاليبريشن. يبقى اما اجي اتكلم على النقطة التانية اللي محتاج اتكلم عنها، انا عرفت ليه دلوقتي بقول على ديت ده اي سي جي. النقطة التانية عايز اعمل ديسكريبشن للنورمال، نورمال اي سي جي. اما عاوز اعمل ديسكريبشن لنورمال اي سي جي، يبقى محتاج اعرف النقاط الاتية. محتاج اعرف يعني ايه، اول حاجه تاني التكرار بيعلم الشطار، يعني ايه كاليبريشن؟ لسه قايلها، نعيدها تاني. تاني حاجه عايز اعرف يعني ايه ويف.
تالت حاجة عايز اعرف يعني ايه ايزو الكتريك لاين، عايز اعرف يعني ايه انترفال، عايز اعرف يعني ايه سيجمنت. المصطلحات دي كلها غاية في الاهمية وانا بتكلم على النورمال اي سي جي. اول حاجة عندي كاليبريشن، انا لسه قايل الجهاز متظبط سرعته بحيث ان كل مربع صغير زي ما هو واضح في الرسمة دهيت، العرض بتاعه ده هو بيمثل ديوريشن مقدارها 4 من 100 سكن. ده تفرق معايا؟ تفرق معايا وانا بحسب الديوريشن بتاع اي ويف. طيب الطول بتاع المربع الصغير ده هو الارتفاع ده هو بيمثل ايه؟ 1 من 10 ملي فولت. يفرق معايا؟ يفرق معايا وانا بحسب ايه الامبليتود بتاع اي ويف زي ما هو. يبقى الكاليبريشن تاني بيانديكيت ذات اتش سمول سكوير هوريزونتال لاين ريبريزنتس ديوريشن اوف قد ايه؟ 4 من 100 سكن، والفيرتيكال لاين اوف ذا سكوير ريبريزنتس 1 من 10 ملي فولت. وزي ما هقول حالا القيمه بتاعه الامبليتيود تبقى بوزيتيف لو الويف فوق الايزو الكتريك لاين، وتبقى نيجاتيف لو تحت الايزو الكتريك لاين. ودي تفرق معايا في الحساب بتاع الامبليتيود زي ما بقول. وهنفهم حالا انا استخدم الكاليبريشن دوت في حساب الامبليتيود والديوريشن ازاي. طب دي اول حاجه. تاني حاجه عايز اعرفها يعني ايه كلمه ويف في الاي سي جي. الويف علشان اعرف يعني ايه ويف يبقى لازم اعرف يعني ايه ايزو الكتريك لاين. انا لو بصيت على رسمه الاي سي جي اللي قدامي دي، اللاين ده هو البيز لاين ده هو ده بقول عليه ايزو الكتريك لاين. يعني ايه؟ البوتنشال ديفرنس عنده صفر. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لو انا جيت هنا اهوت في الايزو الكتريك لاين اللي بعد البي ويف هلاقي صفر بوتنشال. ليه؟ لان بلاقي الاتريا كومبليتلي ديبولارايز. انا دلوقتي بقول لو انا عندي سيل ممبرين بالشكل ده وحطيت تو ريكوردنج الكترود بالشكل ده وكان بره كله بوزيتيف وجوه كله نيجاتيف مثلا، البوتنشال ديفرنس هيبقى ايه؟ صفر. لكن لو في جزء نيجاتيف وجزء بوزيتيف لا هيبقى في بوتنشال ديفرنس. فما يبقى في كومبليت ديبولاريزيشن للاتري هيبقى البوتنشال ديفرنس صفر. كومبليت ديبولاريزيشن للفنتركل في الاس تي سيجمنت يبقى برضك صفر. بعد الكومبليت ريبولاريزيشن يبقى البوتنشال ديفرنس صفر. يعني معناها ايزو الكتريك لاين، يعني ايزو الكتريك لاين يعني معناها عندي بوتنشال ديفرنس صفر في الاي سي جي. طب ويف، ويف معناها في بوتنشال ديفرنس، يعني معناها في ابورد اور داون وورد ديفليكشن فروم ايزو الكتريك لاين. يعني ده اذا كان ده الايزو الكتريك لاين فالابورد ديفليكشن الاولاني ده بقول عليه ويف وسميته بي ويف، الداون وورد ديفليكشن الثاني دول عليك يو ويف، الابورد ديفليكشن بعد كده ار ويف، وهكذا. يبقى عرفت يعني ايه ايزو الكتريك لاين؟ يعني البوتنشال ديفرنس عنده ايه؟ صفر، ريفليكت زيرو بوتنشال ديفرنس. امال الويف معناها ايه؟ ابورد اور داون وورد ديفليكشن فروم ايزو الكتريك لاين. يبقى ده الايزو الكتريك لاين ما فيش ويف. الويف يعني معناها في ابورد اور داون وورد ديفليكشن عن الايزو الكتريك لاين. طيب الانترفال يعني على سبيل المثال اما اقول مثلا البي ار انترفال او البي كيو انترفال من بدايه البي لبدايه الكيو ار اس كومبلكس ده اهي بقول عليها البي ار انترفال او بقول عليها البي كيو انترفال من بدايه البي لبدايه الكيو ار اس كومبلكس. يعني معناها هل هي ايزو الكتريك؟ لا، بتحتوي على ويف اهي اسمها البي ويف. طيب لو انا قلت البي كيو سيجمنت من نهايه البي لبدايه الكيو ار اس كومبلكس يعني الجزء ده اهو بلاقيه ايه؟ ايزو الكتريك. يبقى نقطه غايه في الاهميه، الانترفال دهيت معناها بتحتوي على ويف او اكتر. يبقى انترفال كونتينز ا ويف اور مور. لكن السيجمنت ديت نورمالي بتبقى ايزو الكتريك لاين،
يعني no wave recorded من خلال. وهناخد أمثلة حالا وأنا بتكلم على الانترفال والسيجمنت والويف والايزو إلكتريك لاين. طيب دي أول ملحوظة عايز أعرفها كديفينيشنز قبل ما أتكلم على الإي سي جي. الملحوظة الثانية، يبقى دي أول ملحوظة. الملحوظة الثانية إما أجي أتكلم على أي ويف محتاج أقول الآتي عنها. أولا هي بتمثل إيه؟ إيه القوس بتاعها؟ ثانيا محتاج أعرف الديوريشن نورمالي قد إيه؟ تالت حاجة محتاج أعرف هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف وليه. النقطة اللي بعد كده محتاج أحسب الديوريشن والأمبليتيود بتاعها. أي ويف محتاج أعرف عنها النقط اللي أنا قلتها دي. طب نبدأ ناخد ويف ويف. لو بدأنا أول حاجة عندي بالبي ويف، لو أنا رسمت رسمة اي سي جي تاني اهي، بي كيو ار اس تي بي بي بالشكل ده كده، ده بي كيو R S T بالشكل ده. لو بدأنا بأول ويف عندي اللي هي البي ويف، بيقول عليها البرايمري ويف ان اي سي جي، يبقى البي ويف هي البرايمري ويف ان اي سي جي. تاني حاجة عايز اعرف هي بتمثل ايه؟ بتمثل الاتريال دي بولاريزيشن. طب لو انا بعمل ريكوردنج عند في ستة، يعني انت عندك الهارت اهو وادى الريكوردنج الكترود عند في ستة هنا كده، النورمالي عند في ستة وانا بعمل ريكوردنج، البي ويف ديت لقيتها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لقيتها بوزيتيف ويف. طب السؤال المنطقي هنا، هي ليه بوزيتيف؟ اقول له استنى معايا ركز، هي الدي بولاريزيشن اوف ذا اتريا بتبتدي منين؟ من الاس اي نود. بتمشي ازاي؟ داون وورد اند تو ذا ليفت، يعني ماشيه في اتجاه مين؟ الريكوردنج الكترود. طب وفي قانون بيقول اسمه قانون الدايبولو، قانون ثنائي القطبية، بيقول لي ايه؟ لو انا عندي ويف اوف دي بولاريزيشن ماشية في اتجاه ريكوردنج الكترود، هيحصل ريكوردنج البوزيتيف ويف. يبقى تاني اما تسئل ليه عند ليد في ستة هلاقي البي ويف بوزيتيف، بقول ليه؟ لان البي ويف بتمثل الاتريال دي بولاريزيشن which is directed downward and to the left toward the recording electrode at V6 according to dipole law. الويف اوف دي بولاريزيشن لما تبقى ماشيه في اتجاه الريكوردنج الكترود تديني بوزيتيف ويف. كده الكلام كويس. طيب النورمال duration of B wave تقريبا من 1 to 2 small square، يعني تقريبا من 4 من 100 ل 8 من 100 سكند. وهذه الاتريال دي بولاريزيشن starts تقريبا 2 من 100 سكند before اتريال contraction، قبل ما الاتريال contract لازم يحصل الالكتريكال ريسبونس الاول، فهلاقيها بتحصل قبل الكونتراكشن ب 2 من 100 سكند. طيب السؤال هنا الامبليتيود بتاع البي ويف تقريبا كام؟ ممكن تاخد لها مربع صغير، ممكن تاخد مربعين، يعني ممكن نلاقي الامبليتيود كام؟
زائد 1/10 ملي فولت، انها بوزيتيف هنا اهو. طب السؤال هنا بقى نركز لان دي محتاجه تركيز، ازاي احسب الديوريشن والامبليتيود؟ يعني انا لو عندي رسمه اي سي جي اهي، قال لي احسب لي الديوريشن بتاعت البي ويف. هشوف انا عايز احسب الديوريشن، بدايه البي ويف اهو ونهايه البي ويف اهو، خدت لها مربع صغير، واحنا متفقين ان عرض المربع الصغير 4/100 سكند. يبقى الديوريشن بتاعت البي ويف هنا كام؟ 4/100 سكند. طب الامبليتيود، ادى الايزو الكتريك لاين اهو والتوب اوف بي ويف اهو، واخد لها ايه؟ مربع صغير فوق الايزو الكتريك لاين يعني زائد، ومربع صغير يعني 1/1 يبقى الامبليتيود زائد 1/10 ملي فولت، معناها انها فوق الايزو الكتريك لاين بمربع صغير. يبقى عرفت البي ويف هي بتمثل ايه، هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف وليه، وعرفت يعني ايه قانون الدايبول لو الديبولاريزيشن ويف، لو ماشيه في اتجاه الريكوردنج الكترود تديني بوزيتيف ويف، لو اواي فروم ريكوردنج الكترود نيجاتيف ويف، العكس بيبقى مع الريبولاريزيشن، لو الريبولاريزيشن توورد ذا ريكوردنج الكترود نيجاتيف ويف از ريكوردد، لكن لو اواي فروم ريكوردنج الكترود بوزيتيف ويف از ريكورد عكس الديبولاريزيشن. طب ديت مين؟ ديت البي ويف. طيب الويف اللي بعد كده بتقابلنا اسمها كيو ار اس كومبلكس، كيو ار اس كومبلكس. لو رسمنا رسمه بسيطه للاي سي جي تاني اهي، ادا وليكن البي ويف، نكبر الرسمه شويه اهي، ادا البي ويف مثلا اهي، ادا الكيو، ادا الار، ادا الاس، ادا التي، يبقى ادا بي، ادا كيو، ادا ار، ادا اس، ادا تي. اتكلمنا على البي ويف. طيب تاني ويف هتكلم عنها اللي هي الكيو ار اس كومبلكس، الكيو ار اس كومبلكس. هذه الكيو ار اس كومبلكس بتمثل ايه الاول؟ اللي هي دي الكيو ار اس كومبلكس اللي قدامي دي، اللي هي بالشكل ده كده اهي، كيو ار اس كومبلكس بتمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن. الديوريشن بتاعتها تقريبا، يبقى اول حاجه عرفت انها بتمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن. تاني حاجه الديوريشن نورمالي ممكن تبقى من 8/100 سكند ل1/10 سكند، وريليشن لي الفنتريكولار كونتراكشن هي بتمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن، بتحصل قبل الفنتريكولار كونتراكشن ب2/100 سكند، الامبليتيود بتاعها نورمالي تقريبا 1 ملي فولت. طيب هي كيو ار اس كومبلكس لانها عباره عن 3 ويفز، كومبلكس اوف 3 ويفز، لو خدناها ويف ويف، لو بدانا باول ويف عندي اللي هي الكيو ويف، الكيو ويف بتمثل ايه؟ نركز، لو انا رسمت الهارت عندي اهو، ادي الاتريا وادي الفنتركل، وادا هنا هوت ادا الايه؟ الانتر فنتريكولار سيبتم. الكيو ار اس كومبلكس از هول بتمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن. طيب الكيو ويف لو انا حاطط الاول الريكوردنج الكترود عند في 6 اهو، الكيو ويف بتمثل ديبولاريزيشن اوف ذا ايه؟ انتر فنتريكولار سيبتم. وبلاقي الديبولاريزيشن ويف ماشيه من اللي فين؟ فروم ذا ليفت تو ذا رايت سلايتلي ابورد، بالشكل ده كده.
عارفين ان الاي سي جي ريكوردنج اوف ذا ايه اوف الجبريك سميشن اوف بوتنشال ديفرنس. السميشن بتاع البوتنشال ديفرنس هنا كان فروم ليفت تو ذا رايت سلايتلي ابورد يعني اواي فروم ريكوردنج الكترو. يبقى اول حاجه عرفت ان الكيو ويف بتمثل دي بولاريزيشن اوف انتر فينتريكولار سيبتم، وبلاقيها نيجاتيف ويف. ليه؟ لان اكوردنج تو دايبول لو الريكوردنج الكترود بلاقي الدي بولاريزيشن اواي منه بعيد عنه يديني نيجاتيف ويف، ده اسمه الداي بولو. طب الكيو ويف ديوريشن نورمالي قد ايه؟ ممكن تبقى 2 من 100 سكند، والامبليتيود سمول يبقى نيجاتيف. كلام كويس. يبقى انا عرفت الكيو ويف تمثل ايه. طيب الار ويف، الار ويف بتمثل دي بولاريزيشن اوف ذا ميجور بالك اوف بوث فينتريكلز. الميجور بالك اوف بوث فينتريكلز ادي البلاقي الايه الليفت فينتريكل مور ثيك ذان ذا رايت ايه فينتريكل. والويف اوف دي بولاريزيشن بتمشي منين لفين؟ من الاندوكارديوم في اتجاه الابيكارديوم، ولكن نتيجة ان الايه الليفت فينتركل مور ثيكر، فلاقي السميشن اوف دي بولاريزيشن ويف ماشية للميجور بالك في اتجاه الريكوردنج الكترو، فبالتالي تلاقي الار ويف ايه بوزيتيف ويف. يبقى الار ويف بتمثل دي بولاريزيشن اوف ميجور بالك اوف فينتركلز، والدي بولاريزيشن ماشيه منين لفين؟ من الاندوكارديوم في اتجاه الابيكارديوم، وصميتد في اتجاه الليفت من الرايت للليفت توورد ذا ريكوردنج الكترود، فتديني بوزيتيف ويف اكوردنج تو دايبول لو ريكوردنج الكترود، ودي بولاريزيشن ماشيه في اتجاهه فيديني بوزيتيف ويف اكوردنج تو دايبول لو. كلام كويس. طيب امال بقى الاس ويف، هذه الاس ويف بتمثل ايه؟ دي بولاريزيشن اوف ذا ريمينينج بوستروبيزال بارت اوف فينتريكلز اند بالمونري كونز، الجزء اللي فاضل ده. ولاقي الدي بولاريزيشن ماشيه فروم ليفت تو ذا رايت سلايتلي ابورد يعني اواي فروم ريكوردنج الكترو، يبقى عرفت هي بتمثل ايه دي بولاريزيشن اوف بيز اوف ذا هارت اند بالمونري كونس، وبلاقيها نيجاتيف ويف. ليه؟ لان الدي بولاريزيشن ماشيه اواي فروم ريكوردنج الكترود، وبالتالي يديني نيجاتيف ويف اكوردنج تو دايبول لو. طيب في سمات مميزه للكيو ار اس كومبلكس ما انساهاش. وانا بتكلم في كيو ار اس كومبلكس، ادي رسمه الكيو ار اس كومبلكس اهي، ادي الكيو ار كيو ار الشكل ده كده اهي كيو ار اس كومبلكس، كيو ار اس كومبلكس، كيو ار اس كومبلكس. في حاجتين غايه في الاهميه ما انساهاش وانا بتكلم في كيو ار اس كومبلكس. اولا في قواعد لتسميه الكيو ار اس كومبلكس. ايه القواعد ديت؟ قال لك صح صح وخلي بالك. بالنسبة لي الكيو ار اس كومبلكس اول ويف تقابلني ايه؟
بوزيتيف في الكيو ار اس كومبلكس هي مين؟ الار whatever its cause. يبقى the first positive wave in QRS complex بقول عليها R whatever its cause, والfirst negative QRS complex هي ال Q whatever its cause. تاني تكرار بيعلم مين؟ الشطار. The first positive wave in QRS complex is R whatever its cause. Well, first negative wave in QRS complex هي ال Q whatever its cause. تالت قاعدة, the first negative wave in QRS complex after R هي ال S whatever its cause. دي بقول عليها الرول فور نيمينج لتسمية الـ QRS complex. طب الملحوظة التانية اللي غاية في الأهمية, لو أنا عندي تاني هي أدى الـ QRS نخليها إيه, أدى الـ isoelectric line فوق شوية عشان يبقى إيه الكلام مظبوط. أدى الـ QRS إس. نركز مع بعض عشان عايز احسب حاجتين غاية في الاهمية للكيو ار اس كومبلكس. لو انا عايز احسب الديوريشن دي ما فيش فيها صعوبة, لان هبدأ من اول الكيو لنهاية الاس اشوفها كم مربع وعد المربعات وهنضربها في 4 من 100 يديني ديوريشن. عد كده ادا تقريبا ادا 1 2 3 قول 4, يبقى الديوريشن 4 في 4 من 100 سكند, يعني طلعت لي في الحالة بتاعتنا ديت 16 من 100 سكند. ماشي, هي هنا تبقى برولونجت لان احنا اتفقنا انها تقريبا كام, بالكتير تبقى 1 من 10. طب هنا 16 100 تبقى برولونجت, لو ازيد من 12 من 100 تبقى برولونجت. طيب النقطة المهمة اللي جاية دي بقى, ازاي احسب الامبليتيود بتاع الـ QRS كومبلكس. واحد يقول لي طب ما بسيطة يا سيدي, انت هتدوشنا ليه؟ ما انا هاجي من ايه, من اقل حاجة في الاس لاعلى حاجة في الار واشوفها كم مربع ونضرب الناتج في 1 من 10. اقول له لا غلطان. ليه؟ لان انا عندي كومبلكس, عندي كيو وعندي ار وعندي اس, هحسب الامبليتيود بتاع كل واحدة باشارتها. فالكيو لو لقيتها هنا مربعين وهي سالب يعني معناها ناقص 2 من 10 ملي فولت. طب الار لقيتها كم مربع فوق الايزو الكتريك لاين اهو من البيز لفوق, ده 1 2 3 4 5 6 وموجب يعني زائد 6 من 10 ملي فولت. طب الاس نيجاتيف وكام؟ ده 1 2 3 4 4 مربعات. خلاص قول 3, نقول مثلا ايه كام 4 مثلا, يبقى ناقص 4 من 10 ملي فولت. يبقى الامبليتيود بتاع الكيو ار اس كومبلكس بجمعهم كلهم على بعض, يبقى الامبليتيود بتاع الكيو ار اس كومبلكس ادا ناقص 4 من 10 ناقص 2 من 10 ناقص 6 من 10 زائد 6 من 10, يعني معناها طلع 0 ملي فولت, جمعناهم كلهم على بعض. لو بفرض ان الار مثلا كانت زائد 1.5 مثلا, في الحالة ديت هنقول زائد 1.5 ناقص 2 يعني زائد 1.3 من 10 ناقص 4 يبقى معناها زائد 9 من 10 ملي فولت. يبقى الخلاصة لما اجي احسب الامبليتيود بشوف كل ويف من التلاتة بإشارتها واجمع كله على بعض. يبقى لحد دلوقتي اتكلمت على الكيو ار اس كومبلكس, عرفت بتمثل ايه, ديوريشن نورمال بتاعتها ايه, الامبليتيود بتاعها ايه, خدت كل ويف فيها عرفت الكيو بتمثل ايه وليه هي نيجاتيف, عرفت الار بتمثل ايه وليه هي بوزيتيف, عرفت الاس بتمثل ايه وليه هي نيجاتيف, عرفت الرولز فور نيمينج كيو ار اس كومبلكس, عرفت هاو تو كالكوليت ديوريشن اند امبليتيود اوف كيو ار اس كومبلكس. طيب الويف اللي بعد كده فيه النورمال اي سي جي
حاجة اسمها التي ويف. هذه التي ويف نفس الكلام. عايز اعرف عنها الاتي. اول حاجة نرسم رسم العدد. ادا البي ادا الكيو. نركز لان رسمة الاي سي جي النورمال اي سي جي غاية في الاهمية. لو قلت دي البي ادا الكيو ادا الار ادا الاس ادا التي. محتاج اعرف يا بتمثل ايه. يبقى بتمثل الريبولاريزيشن اوف فينتركل. كلام كويس. الديوريشن بتاعتها ايه؟ النورمالي بلاقي الايه التي ويف بتلاقيها كبيره شويه عن كده. تلاقيها بالشكل ده كده تي ويف. الاقي الديوريشن نورمال بتاعتها ممكن تبقى 25 من 100 سكند. ارقام تحفظ. تبقى برولونج تقريبا 6 مربعات صغيرين. لو جينا نشوف ادا 1 2 3 4 5 6 فعلا كبيره. وبلاقيها بوزيتيف ويف. بلاقيها ايه؟ بوزيتيف ويف. طب في ملاحظات غايه في الاهميه. اوقات بعد التي ويف الاقي سمول بوزيتيف ويف صغيره كده يقولوا عليها اليو ويف. ونورمالي ما بيحصلهاش ريكوردنج. ودي بتمثل سلو ريبولاريزيشن اوف بابيلاري ماسل. احنا عارفين البابيلاري ماسل اللي ماسك فيها الكورده تنديل اللي ماسكها لي في الكاسبس بتاع الفالفز. فاوقات الالكتريكال اكتيفيتي الريبولاريزيشن بتاع البابيلاري ماسل تديني سمول ايه؟ بوزيتيف يو ويف. امال الالكتريكال اكتيفيتي بتاع البيس ميكر والسبيشاليزد كوندكتنج سيستم بلاقيها نوت ريكوردد لان الايه؟ لانها سمول سايز. طب انا قلت دلوقتي دي بولاريزيشن اوف اتريوم ودي بولاريزيشن اوف فينتركل وري بولاريزيشن اوف فينتركل. يعني انا قلت البي ويف بتمثل دي بولاريزيشن اوف اتريوم. الكيو ار اس كومبلكس بتمثل دي بولاريزيشن اوف فينتركل. التي ويف بتمثل ريبولاريزيشن اوف ذا فينتركل. امال الريبولاريزيشن اوف اتريا هي فين؟ نورمالي ابسنت. ما بيحصلهاش ريكوردنج. ليه؟ قال لك لانها بتحصل في نفس الوقت اللي بتحصل فيه الديبولاريزيشن اوف ذا فينتركل. فبتبقى ماسكد مستخبيه باي كيو ار اس كومبلكس والبقاء للاقوى في الاي سي جي. الديبولاريزيشن ايه الاقوى بتاع الفنتركل ولا بتاع الاتريا؟ بتاع الفنتركل طبعا. فهي اللي يحصل لها ريكوردد. يبقى نورمال الديبولاريزيشن اوف فنتركلز ماسك ذا ريبولاريزيشن اوف ذا اتريا. طيب لو بفرض ان حصل ريكوردنج للريبولاريزيشن اوف ذا اتريا. الريبولاريزيشن اوف ذا اتريوم بتبتدي من نفس النقطه اللي هي الاس اي نو اللي بتبتدي عندها الديبولاريزيشن. فالريبولاريزيشن هتبقى ماشيه داون وورد اند تو ذا ليفت يعني في اتجاه الريكوردنج الكترود. واحنا قلنا اكوردنج تو دايبول لو انا عندي ريكوردنج الكترود والريبولاريزيشن ويف ماشيه في اتجاهه يديني نيجاتيف ويف. وبالتالي لو حصل ريبولاريزيشن بتاعت الاتريا حصل لها ريكوردنج وده ما بيحصلش هلاقيها نيجاتيف ويف. ليه؟ لان الديبولاريزيشن اوف ذا اتريا از دايركتد توردز ذا ريكوردنج الكترود عند في 6 وبالتالي اكوردنج تو ها داي بول لو الريبولاريزيشن ويف لما تبقى ماشيه في اتجاه الريكوردنج الكترود تديني نيجاتيف ويف. طب السؤال هنا انت قاعد تدوشني وتقول لي دي بولاريزيشن والريبولاريزيشن والاثنين عكس بعض. يعني لوجيكالي ان الريبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل تبقى عكس الديبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل. والديبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل مينلي بوزيتيف. طب ازاي الريبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل بوزيتيف هي اخرى؟ ما احنا اتفقنا ان الريبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل بتمثل بالتي ويف. اقول لك خلي بالك صحصح معايا. هرسم رسمه بسيطه للهارت اهو. الهارت عندي كده وادا الايه الفنتريكولار وول اهو. احنا قلنا نورمالي نركز لو انا عندي الريكوردنج الكترود عند في 6 اهو
قلنا ان الفنتريكولار دي بولاريزيشن بتبتدي من الاندوكارديوم في اتجاه الايه الابيكارديوم، فبتبقى ماشيه في اتجاه الريكوردنج الكترود فبتديني لارج بوزيتيف ار ويف. امال بقى الريبولاريزيشن اوف ذا فنتريكل بتتم ازاي؟ قال لك بتتم ان ذا ريفرس دايركشن، من الابيكارديوم في اتجاه الاندوكارديوم. يعني بمعنى اخر the last part to be depolarized is the first part to be repolarized. the last part to be depolarized اللي هو الابيكارديوم هو الفيرست بارت تو بي ريبولارايز. طب ليه؟ لان الريبولاريزيشن محتاجه بلاد سبلاي، وبلاقي الابيكارديوم ماله مور بلاد سبلاي عن الاندوكارديوم، لان الفنتريكل فيه هاي بريشر فضغط على الاندوكارديوم، وبالتالي فيه ريلاتيف اسكيميا في الاندوكارديوم، وبالتالي الريبولاريزيشن بتبتدي منين؟ من الابيكارديوم في اتجاه الاندوكارديوم. واكوردنج تو دايبول لو، لو انا عندي ريكوردنج الكترود والريبولاريزيشن ويف ماشيه اواي فروم ريكوردنج الكترود يديني بوزيتيف ويف، وبالتالي بلاقي التي ويف هنا ايه بوزيتيف. يبقى السؤال ليه التي ويف بوزيتيف؟ هقول له لان الريبولاريزيشن ويف ان ذا فنتريكل ستارت فروم ذا اندوكارديوم ولا من الابيكارديوم؟ من الابيكارديوم في اتجاه الاندوكارديوم. ابيكارديوم مور بلاد سبلاي، اندوكارديوم في ريلاتيف اسكيميا، وبالتالي الريبولاريزيشن ويف ماشيه اواي فروم ريكوردنج الكترود عند في 6 واكوردنج تو دايبول لو تديني بوزيتيف ويف. كلام جميل. طيب يبقى انا لحد دلوقتي اتكلمت على الويفز في الاي سي جي. الرسمه زي ما بقول وعيد وزيد واكرر غايه في الاهميه ان انا اعرف ازاي ارسم اي سي جي. يبقى لما يتقال خلصت الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي، ارسم النورمال اي سي جي وعرف لي كل ويف سببها ايه. اول ويف هتقابلني في الاي سي جي حاجه اسمها البرايمري ويف او البي ويف، ودي بتمثل الاتريال دي بولاريزيشن، وبلاقيها موستلي بوزيتيف، وانا بتكلم عند ايه كلاسيك اي سي جي عند في 4 و5 و6 وليدي 2 واي في اف واي في ال. هتقابلني بعد كده مين؟ الكيو ويف، ثم الار، ثم الاس، ثم التي ويف. الكيو ار اس كومبلكس بتمثل الفنتريكولار دي بولاريزيشن، امال الاتريال ريبولاريزيشن ماسكت باي كيو ار اس كومبلكس لانها بتحصل في نفس الوقت وفي سمول امبليتيود. التي ويف بتمثل الفنتريكولار ريبولاريزيشن وبلاقاها بوزيتيف، وعرفنا انها بوزيتيف ليه. طب السؤال هنا بقى ايه الفرق ما بين السيجمنت والانترفال؟ واديني امثله، انا لسه قايلينها من شويه. الانترفال كونتينز وان اور مور ويفز، يعني ما هيش ايزو الكتريك لاين، لكن السيجمنت بلاها ايزو الكتريك يعني ما فيش ويفز. طيب نوضح كلامنا، ناخد امبورتنت ايه انترفالز. في حاجه اسمها بي بي انترفال، يعني انا رسمت رسمه اي سي جي ثانيه اهي، ادا بي ادا كيو R S T P Q R S T B Q R S T. قال لك خلي بالك في حاجة اسمها B B interval وحاجة اسمها R R interval وحاجة اسمها البي ار انترفال وحاجة اسمها كيو تي انترفال وحاجة اسمها الاس تي سيجمنت. ناخدها واحدة واحدة ونطبق على الرسمة. البي بي انترفال
لو قلنا ان عندي ادل بي كيو ار اس تي بي كيو كيو ار اس تي بي كيو ار اس تي البي بي انترفال لو قلنا ده ليد واحد ليد خمسة مثلا في خمسة او ستة من بداية البي لبداية النكست بي في السيملي دي بتمثل ايه ها وان اتريال سايكل طيب الار ار انترفال من التوب اوف وان ار للتوب اوف نكست ار في وان ليد يعني بتمثل وان فنتريكولار سايكل البي بي انترفال هنلاحظ انها بتحتوي على ايه البي ويف كيو ار اس كومبلكس والتي يعني بتحتوي على مالتيبل ويفز طب الار ار انترفال هتحتوي بردك على اس تي بي كيو ار يعني بتحتوي على مالتيبل ويفز طيب البي ار انترفال ناخد نفس عميق لانها محتاجه تركيز وبنتسال فيها كتير قوي البي ار انترفال من بداية البي لبداية الكيو ار اس كومبلكس ولذلك حتى اسمها الثاني البي كيو انترفال طب ليه بنسميها البي ار لان اوقات الكيو نوت بروميننت فاحنا بنسميها بحاجة واضحة اللي هي الار لكن هي من بداية البي لبداية الكيو ار اس كومبلكس مهمة جدا تصير كتير يبقى measured from the beginning of B to the beginning of كيو ار اس كومبلكس الديوريشن تتحفظ زي اسامينا من 12 من 100 لاتنين من عشرة سكند ودي بتمثل الاتريال ديبولاريزيشن والكوندكشن اوف امبلس فروم اتريام تو فنتركل من خلال ايه الاي في نود كوندكشن من خلال الاي في نود والكوندكشن من الاي في اند احنا عارفين الامبلس بتنتقل من الاتريام للفنتركل عن طريق مين حاجه اسمها الاي في باندل طيب ايه اللي يزود البي ار انترفال يطولها وايه اللي يقصرها اللي يعمل برولونجيشن للبي ار انترفال انه يكون في براديكارديا يعني مثلا فيه انكريز باراسمباثيتك 2 ان في ديليت كوندكشن ايفي نودال بلوك ان في اتريال انلارجمنت فلاقيها برولونجد بي ويف وبرولونجد بي ار انترفال في حالات الهايبوكاليميا حاجات تتحفظ زي اسامينا طب العكس البي ار انترفال تبقى شورت اند امتى يعني تبقى قليله امتى صغيره امتى اقل من 12 100 سكند امتى لو في تاكيكارديا فنتريكولار تاكيكارديا او في تاكيكارديا في حالات انكريز سمباثيتك تون في حالات الاي في نود الريزم في حالات حاجه اسمها الولف باركنسون وايت سيندروم في حالات الولف باركنسون وايت سيندروم في اكسسوري باند يعني انا عند الهارت اهو نورمال الامبلس بيحصل لها ديلي في الايفينو في الولف باركنسون وايت سيندروم في اكسسوري باند كوندكت امبلس فروم ليفت اتريام تو ليفت فينتريكل وزود ديلي يعني يخلي الامبلس تعدي بسرعه يبقى بالتالي البي ار انترفال هتبقى شورتند كلام جميل يبقى ايه هي البي ار انترفال غايه في الاهميه بعرفها اعرف ديفينيشن لها اعرف ديوريشن اعرف هي بتمثل ايه اعرف ايه اللي بيعمل لها برولونجيشن ايه اللي بيعمل لها شورتنينج طيب امال الكيو تي انترفال الكيو تي انترفال فروم ذا بيجينينج اوف كيو ويف تو ذا اند اوف تي ويف اهو من الـ end of T wave أو الـ beginning أو الـ beginning of Q wave to the end of T wave هنلاحظ إنها تحتوي على الـ ventricular depolarization والـ ventricular repolarization ولذلك بيعتبروا إنها بتمثل إيه؟ الـ electrical activity of the ventricle depolarization و repolarization ولذلك بنسميها وات إيه؟ الـ electrical ventricular systole الهايبر كالسيميا بتعمل شورتنينج للكيو تي انترفال كلام كويس يبقى كيو تي انترفال عرفت الديفينيشن بتاعها بتتقاس ازاي النورمال ديوريشن تقريبا للكيو تي انترفال تقريبا
من 44% ل 48% سكن. كلام كويس. الهايبر كالسيما والهايبو كالسيما تأثر فيها ازاي؟ هايبر كالسيميا تعمل لها شورتنينج، الهايبو كالسيميا تعمل لها برولونجيشن. الاس تي سيجمنت عشان نطبق بقى، انا عرفت يعني ايه بي ار انترفال. لو رسمت رسمه اي سي جي تاني اهي، نكبرها شويه، ادا ايه؟ ادا البي ويف اهي، ادا الكيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي. الاس تي سيجمنت قال لك خلي بالك، ميجرد فروم ذا اند اوف اس ويف تو ذا بيجينينج اوف تي ويف، يعني واضح انها ايه؟ ايزو الكتريك لاين. الديوريشن بتاعها تقريبا كام؟ 1/10 سكند يتحفظ. والاس تي سيجمنت لازم تبقى ايزو الكتريك. ليه؟ لان عند الاند اوف اس ويف اول ذا فينتريكلز ار دي بولارايزد، وطالما انها دي بولارايزد، لو قلنا بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف، يبقى انا لو حطيت تو ريكوردنج الكترود على الاوتر اسبيكت يديني زيرو بوتنشال، نو بوتنشال ديفرنس. طب ايه هي اهميه الاس تي سيجمنت؟ لو حصل ابورد اور داون وورد ديسبليسمنت لهذه الاس تي سيجمنت، يعني ما بقتش ايزو الكتريك، معناها ان فيه مايوكارديا الاسكيميا، يبقى بالتالي غايه في الاهميه الاس تي سيجمنت. يبقى لما تسال يعني ايه انترفال ودي امثله لها، يعني ايه سيجمنت ودي امثله لها، يبقى زي اسمي ما انساش حاجه اسمها البي ار انترفال، كيو تي انترفال، والاس تي سيجمنت. يبقى عرفت الفرق ما بين الانترفال والسيجمنت، وخدنا امثله لكل نوع منهم. كلام كويس قوي. طيب لو جيت اسال نفسي سؤال، لو رسمنا الرسمه اللي جايه ده اهي، وقلنا هل الرسمه ديت بتمثل ساينس ريزم ولا لا؟ نشوف. ادا بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، في وليكن في 5. قال لك هل دي ساينس ريزم ولا لا؟ واحد يقول لي اه ساينس ريزم. طب ايه هو الساينس ريزم اصلا؟ مانيش عارف، يبقى لازم الاول اعرف يعني ايه ساينس ريزم عشان اقول هي دي ساينس ريزم ولا لا. ساينس ريزم معناها ايه؟ معناها ان الايه، ان الاس اي نود هي البيس ميكر اوف ذا هارت، وبالتالي بلاقي الويفز ماشيه في السيكونس ده بي كيو ار اس تي. لو لقيتها ماشيه بالسيكونس ده هوت، يبقى معناها ده ساينس ريزم. طيب الاي سي جي اللي ماشي قدامي ده، ادا بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، يبقى معناها ده ساينس ريزم. طيب النقطه اللي بعد كده، قال لك خلي بالك لو انا حطيت الالكترود، هذا الهارت اهو، وبدل ما احط الالكترود عند في 6، لا انا حطيته عند الرايت ارم هنا، وده اوجمنتد فيكتور ار. الرسمه هتبقى ازاي؟ اقول لك خلي بالك الدي بولاريزيشن ويف ماشيه داون وورد اند تو ذا ليفت، يعني اواي فروم ريكوردنج الكترود، يعني اديني سمول نيجاتيف ويف. يبقى البي ويف هتبقى في الاوجمنتد فيكتور ار نيجاتيف. طب الميجور بالك اوف ذا فينتريكل، الاول انتر فينتريكولار سيبتم، اخباره ايه؟ فروم ليفت تو ذا رايت.
هيديني سمول بوزيتيف ويف بقول عليها ار ماهيش كيو، لان احنا اتفقنا اول ويف بوزيتيف في كيو ار اس كومبلكس هي الار وات ايفر اتس كوز، والميجور بالك اوف ذا فينتركل ديبولاريزيشن هتبقى في اواي فروم ريكوردنج الكترود، فيديني ديب اس ويف. ما احنا قلنا اول ويف ايه بعد الار هتبقى الاس، الريميننج بارت بتبقى ايه سمول نوت ريكوردد. طيب الريبولاريزيشن ويف هتبقى ايه ماشيه في اتجاه الريكوردنج الكترود من الابيكارديام للاندوكارديام، فيديني نيجاتيف تي ويف. ففي الاوجمنتد فيكتور ار نورمالي بلاقي الويفز كلها انفيرتد. ليه؟ لان زي ما هو واضح الالكترود عند الرايت ارم وبيعتبر وكانه انترا كافيتري، انترا كافيتري الكترود، كل الامبلسز ماشيه اواي فروم ات. يبقى عرفنا ملحوظه الاوجمنتد فيكتور ار بيبقى شكلها عامل ازاي. كلام جميل. طيب النقطه اللي بعد كده عايز اعرف الهارت ريت اقدر احسبه من الاي سي جي ولا لا؟ يبقى لازم الاول اشوف هو ريجولر ولا لا. احنا نقدر نحسب لو هو ريجولر، لو الريجولر يبقى مشكله، لو الريجولر يبقى محتاج ان انا ايه استخدم ورق كبير قوي في دقيقه وموال، هستهلك ورق وموال. لكن خلونا لو هو ريجولر اعرف هو ريجولر ازاي. ادي رسمه اي سي جي قدامي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، بي كيو ار اس تي، وليكن ده ليد مثلا في 5. عايز احسب الهارت ريت منه، الاول اشوف هو ريجولر ولا لا. ادي ار وادي ار وادي ار، اتفقنا ان الار ار انترفال بتمثل 1 فينتريكولار بيت او 1 فينتريكولار سايكل. فانا هقيس المسافه ما بين ار وار والنيكست ار وار، هشوف السايكل ديوريشن قد بعضه، لو قد بعضه هلاقي يبقى ده ريجولر. لو قلنا ده مثلا 1 2 3 4 1 2 3 4 تقريبا قد بعض، يبقى ايه ده ريجولر. يبقى انا لو لقيت الار ار انترفال متساوية في نفس الليد يبقى ده ريجولر. قال لك خلي بالك في قواعد لحساب الهارت ريت. قال لك خلي بالك لو انا عرفت المسافة ما بين الار ار انترفال بمربعات كبيرة يبقى هقسم 300 على عدد المربعات الكبير، number of large square between r r. فعلى سبيل المثال لو لقيت ثلاث مربعات كبيرة يبقى 300 على الثلاثة يعني معناها 100 بيت بير مينت. ده القانون الاولاني. القانون الثاني ان انا اقسم 1500 على number of small squares between ار ار. يعني مثلا لو لقيتها كام 15 مربع صغير يبقى معناها 100 بيت بير مينت. واحد يقول لي يا دكتور طب افرض ان مفيش مربعات خالص، ما هو كل مربع صغير بواحد ملي، يبقى بقسم 1500 على الايه النمبر اوف مليمتر او الديستانس اوف ار ار انترفال ان مليمتر، نمبر اوف مليمتر بتوين ار ار. يعني مثلا لقيت 1500 على لقيت المسافه بالار ار 15 ملي سنت ونص، يبقى معناها بتساوي 100 بيت بير مينت. يبقى انا قدرت احسب ايه الهارت ريت لو انا عارف انه ريجولر. قلت لو الريجولر يبقى انا محتاج استخدم جهاز الاي سي جي ان انا ان انا ده نحسب ايه او ده انا ارسم مثلا لمده نص دقيقه والناتج ايه، نجمع السايكلز ونضربها في اتنين او احسب في دقيقه، يبقى استهلك ورق كتير جدا.
الافضل لما يكون الريجولر ان انا احسب الهارت ريت بطرق تانية زي بالبلسيشن زي بالسماعه وخلافه. طيب يبقى انا عرفت ازاي احسب الهارت ريت. طيب ايه علاقه الاي سي جي مع الاكشن بوتنشن؟ قال لك خلي بالك ادى الاي سي جي اهو الاكشن بوتنشن الاول ادى دي بولاريزيشن ثم ريبولاريزيشن فيها بلاتو رابيد ريبولاريزيشن تاني. قال لك خلي بالك الكيو ار اس كومبلكس بتتزامن مع الدي بولاريزيشن والانيشال رابيد ريبولاريزيشن. يبقى ده الايه الكيو ار اس كومبلكس هنا كده كيو ار اس كومبلكس. طيب الاس تي سيجمنت بتتزامن مع البلاتو، التي ويف بتتزامن مع الليت رابيد ريبولاريزيشن. يبقى ده كيو ار اس تي. يبقى دي علاقه ايه الاكشن بوتنشن بالاي سي جي ويفز. كلام كويس. يبقى ريليشن بتوين الكتريك اكتيفيتي اوف ذا هول هارت اند مونوفازيك اكشن بوتنشال اوف ا سنجل فنتريكولار فايبر. يبقى كيو ار اس كومبلكس بتتزامن مع الدي بولاريزيشن والانيشال رابيد ريبولاريزيشن، الاس تي سيجمنت بتتزامن مع البلاتو، والتي ويف بتتزامن مع الليت رابيد ريبولاريزيشن. كلام كويس. طيب ايه هي الاي سي جي تشينجز ديورنج الكاردياك سايكل؟ ديورنج الكاردياك ايه سايكل. قال خلي بالك الكلام ده قلناه واحنا بنشرح البي ويف بتبتدي قبل الاتريال سيستول بقد ايه 2/100 سكند، الكيو ار اس كومبلكس بتبتدي قبل الفنتريكولار سيستول ب 2/100 سكند، التي ويف بلاقي الفنتريكولار سيستول بينتهي جاست افتر تي ويف. يبقى تو سمرايز كلام اللي احنا قلناه، عرفت هاو تو انتربريت اي سي جي؟ الاول عرفت اي رسمه قدامي ديت هي اي سي جي على اي اساس، عرفت ايه مواصفات رسمه الاي سي جي، ثم بدأنا نتكلم على النورمال اي سي جي مواصفاته ايه، كل ويف في الاي سي جي محتاجه اتكلم على ايه فيها، سواء هي بتمثل ايه ديوريشن، هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، وليه، هاو تو كالكوليت ديوريشن اند امبليتيود. لو انا عايز احسب ديوريشن تكرار بيعلم الشطار، بشوف الويف دي واخده كام خط بالعرض ونضرب الناتج في 4/100. عايز احسب الامبليتيود بشوف الويف ديت هي فوق الايزو الكتريك لاين ولا تحته، لو فوق يبقى اشاره بوزيتيف، واشوف عدد المربعات اللي فوق الايزو الكتريك لاين ونضربه في 1/10، لو تحت الايزو الكتريك لاين بحط علامه نيجاتيف واشوف كم مربع تحت الايزو الكتريك لاين ونضربه في كام في 1/10. ثم اتكلمنا على الكيو ار اس كومبلكس وكل ويف فيها بتمثل ايه وازاي احسب الامبليتيود والديوريشن، والامبليتيود بتاعها بيتحسب بطريقه معينه. اتكلمنا على الرولز فور نيمينج كيو ار اس كومبلكس التي ويف وليه هي بوزيتيف، اتكلمنا على السيجمنت والانترفال وعرفنا الفرق بينهم وخدنا امثله، وقلنا ما ننساش ابدا البي ار انترفال والكيو تي انترفال والاس تي سيجمنت، عرفنا يعني ايه ساينس ريزم في الاي سي جي، عرفنا يعني ايه ريجولار ريزم، عرفت هاو تو كالكوليت هارت ريت من الاي سي جي لو هو ريجولار، عرفت الاوجمنتد فيكتور ار ليه بلاقي الويفز كلها مقلوبه نيجاتيف، عرفت علاقه الاكشن بوتنشن بتاع الفنتريكولار فايبر مع الاي سي جي بتاع الايه الفنتريكل اللي هو الكيو ار اس كومبلكس والاس تي سيجمنت والتي ويف، عرفت علاقه الاي سي جي ب الكاردياك سايكل. يبقى كده قدرت بمنتهى البساطة أعرف كلمتين عن الانتربريتيشن أو reading of a ECG. Simple notes
قانون ما انساهوش ابدا، وانا بترجم هل اي ويف بوزيتيف او نيجاتيف، قانون الداي بول لو.